انتهى قبل الفصل سألت أو قبل اللقاء سألت حضرتك هل الأهلي كان كويس قوي أدى بشكل محترم عمل شكل تكتيكي جيد النهاردة، ولا ممكن البعض يطلع يقول لك لا الإسماعيلي كان في أسوأ حالاته وبالتالي ما تحكمش من خلال هذا اللقاء؟ الإسماعيلي معلش يعني في أسوأ حالاته لأن النادي الأهلي في أحسن حالاته. نعم، ما هو ما ينفعش يبقى النادي الأهلي في أحسن حالاته الإسماعيلي برضه في أحسن حالاته. نعم، في أحسن حالاته قدر أنه يتغلب على كل المشاكل اللي موجودة، خلق الفرص بشكل جيد، طريقة اللعب اللي استخدمها ونفذها بشكل جيد بدرجة تصل إلى مثلا 90%، طريقة أن نلعب بثلاثة أربعة ثلاثة وطبقها بشكل كويس. الفرص اللي جت الفرقة خلقت فرص ثم التسجيل من الفرص، يعني الفعالية الهجومية كانت كبيرة جدا في الفرص اللي جت. نعم، برضو دي من الحاجات الحسنة. الراجل اقتنع بطريقه اللعب، اقتنع بال نعم الصفقات اللي هو جايبها وبالناس اللي جت من الاعارات، ثم بعد ذلك عمل التغييرات اللي تمت في نص الملعب. ثم لعب وهو بعشر افراد، لو قلنا عشان الاسماعيلي ما كانش كويس طب هو بيلعب عشر افراد وكان هو المتفوق. نعم، برضه وسجل فيها هدف واضاع فرص كمان وهو بيلعب. حتى لما الكاميرا جت على الدكه بره بعد الطرد في ضحكه وفي ابتسامه وتحس ان في اريحيه، مش عايز اكلمها يعني ما كانش في نوع من انواع القلق. حتى اللعيبه اللي كانت طلعت بيعملوا لهم تمرينات الاطاله يعني ما حصلش ارتباك او هزه، ده النتيجه ان النتيجه 3-0 بالظبط. ونقطه ثانيه مهمه ان هذا نجاح الطريقه دي قدام النادي الاسماعيلي. نعم، اللي لو قلنا ان هو يعني ما كانش في احسن حالاته، نعم، ده تشجيع للفريق ان هو يحاول يطبق الطريقه دي كمان على فرق اقوى شويه. يعني انا بقول اذا كان منتخب لعب ضد ليبيا وليبيا جانب يعني مع احترامي ما هوش فرقه تقيله ونجح في طريقه 4-3-3، نعم، شيء جيد جدا انك تنجح فيها. بس مهم بقى ان نلعب مع فرق اقوى تبقى الخطوه الثانيه، لان انا مدرب باخد الفرقه الاقل شويه والعب عليها طبق الطريقه. نفس الامر بالنسبه للنادي الاهلي، بنفس الحكايه. النادي الاهلي نجح في تطبيق الطريقه دي بشكل جيد، مطلوب ان هو في تدريب النهارده يقيم الطريقه دي النهارده الاداء ويشوف ايه العيوب اللي حصلت. نعم، النجاح هياكد عليه، والعيوب اللي حصلت سواء في الضغط في بعض الاوقات او التراخي في بعض الاوقات دي برضو يشوف الحاجات الناقصه دي بحيث ان هو ياكد عليها، بحيث لما يجي يلعب مع فرق يعني مستوى يمكن اعلى شويه او اقوى شويه ومنافس شديد يوم يقدر يطبق نفس الطريقه بنفس الدرجه واقل ب 10% ما تفرقش. انما ما اقدرش اقول ان عشان النادي الاسماعيلي النادي الاسماعيلي ضعيف، العكس، النادي الاسماعيلي حاول وحتى جت فترات في النادي الاسماعيلي كان بيمسك ويستحوذ، لكن النادي الاسماعيلي ما عندوش طبعا في يعني عناصر جيده جدا كانت بتادي مع النادي الاسماعيلي وهدافين زي اللعيبه اللي خرجت ومشت، فطبعا دي اثرت الى حد شويه مع النادي الاسماعيلي، لكن النادي الاهلي عملها بنجاح كبير جدا، طبقها والصفقات اللي جابها نجح فيها واقتنع بيها جدا. وده ياكد زي ما قلت لحضرتك في الاول ان الراجل ده كان بيعزو بعض المشاكل في الاداء بالنسبه للنادي الاهلي في حته الاستحواذ لبعض المشاكل هو قدر يتغلب عليها بانه انا عايز الصفقات دي. نعم، دي هتحقق لي التوازن في نص الملعب والاستحواذ الجيد ثم بعد ذلك التطوير في النواحي الهجوميه. نعم، فانا شايف ان هو اداها بشكل كويس جدا وبدرجه كبيره جدا، يؤكد هذا مستقبلا لما قد يقيم هذه الطريقه. نعم، يقيم بعض النقط الخطا اللي فيها او الضعيفه بحيث لما يجي يلعب بعد كده مع مثلا عنده مباراه ثالثه مع النادي الاسماعيلي مع نادي الزمالك فيبقى عنده جاهز لان هو يطبق هذه الطريقه. عنده مباراه صعبه مع البنك الاهلي، البنك الاهلي كمان طبعا الشيء. نعم، فانا شايف ان هو يعني نجح الى حد كبير جدا جدا في وتوفق في طريقه اللعب في الصفقات اللي جابها في التاكتس اللي استخدمها في خلق الفرص اللي تمت في الفعاليه الهجوميه في التسجيل من الفرص اللي جت. عبد القادر من دواعي النجاح اللي انا سعيد بيها لانه برضو ده من اللعيبه الجيدين جدا وكونه حط عينه عليه وهو بيسجل في سموحه وبيسجل اهداف كثيره، مش عارف 8 او 9 اهداف. نعم، بشكل جيد، والنهارده برضو نجح حتى في الفتره الصغيره يثبت وجوده. عمار لما نزل كل هذه العناصر مع الصفقات هتدي سرعه كبيره في الاداء للنادي الاهلي، هتنعش اداء النادي الاهلي.